السلام عليكم اخوان، مرحبا بكم على فيديو جديد. اليوم غنكملوا السلسله ديالنا ديال مراجعه ديال اليوم غنكملوا السلسله ديالنا حول مجال الديداكتيك وعلوم التربيه. اليوم غنهضروا على واحد النظريه معروفه بزاف في مجال علم النفس، ومن اهم النظريات اللي تبنتها المقاربه بالكفايات، لانها تساهم بشكل كبير في نمو وتطور الكفايات المعرفيه ديال المتعلمين. غنتكلموا على النظريه البنائيه. طبعا النظريه البنائيه عندنا جوج مستويات، عندنا البنائيه السيكولوجيه وعندنا البنائيه الاجتماعيه. البنائيه السيكولوجيه هي اللي من المنظرين الكبار ديالها هو جون بياجي. جون بياجي الذي يرى بان النمو المعرفي عند الطفل يبدا منذ مرحله الطفوله داخل خارطه معرفيه تسميها لو شيما مونتال، يعني واحد الخارطه ذهنيه تتبنى فيها المعارف عند المتعلمين ولا عند التلميذ. ان النمو الذهني لدى الفرد من خلال مجموعه من المحطات، من خلال الادراك الحسي ثم القدره على التجريد الى القدره على تمثل اشياء متعاليه ومجرده. اذا هذا النمو تبدا ما هو حسي الى ما هو مجرد الى ما هو متعالي. فيقول بان نجب علينا في عمليه التعلم ان نراعي هذا التدرج اللي تنتقل فيه الانسان من الادراك الحسي المباشر الى الادراك العقلي المتعالي. يتكلم على واحد المفهوم سميتو الموازنه، تيقول بان الموازنه هي القابليه الفطريه لتهيئه وتوظيف الفرد لامكانيه اكتسابه معارف ومعطيات داخل المجتمع. يتكلم على مفهوم الاستيعاب، نعرف بانه اهم حاجه في عمليه التعلم هي ان يستوعب المتعلم المهارات والمعلومات التي تقدم له. فاهم حاجه قبل ما نتكلموا على اي حاجه تنتكلموا على استيعاب المعطيات، وهذا الاستيعاب يحتاج الى تدرج. وان كل طفل تيوجد مجموعه من الخرائط الذهنيه ومجموعه من المخططات باش يقدر يواجه واحد الصعوبه ولا واحد التحدي. فتيقول جون بياجي بانه التركيز ديالنا في التعلم خصنا كيفاش ننميو هذه الخريطه الذهنيه او هذه الخطط الذهنيه عند المتعلم، انها تكون سويه وانها تساهم في تطور الملكات ديال التلميذ ولا ديال الطفل، اللي هي الملكات ديال التفكير النقدي، التفكير المنطقي، التفكير العقلاني، القدره على التعايش مع المحيط الخارجي. هذه المعطيات كلها تتم داخل واحد الخريطه ذهنيه تتبنى عند الطفل منذ مرحله الطفوله، وهي تنمو الى ان يصل الى مرحله النضج او الكبر. وهذا المخطط العقلي اللي تبنيه الطفل طبعا تبنيه من خلال اللغه التي تكتسبها داخل المجتمع، اضافه الى المهارات والى المعارف العمليه التي تكتسبها داخل الاسره وداخل المحيط الاجتماعي وكذلك داخل المدرسه. والنمو عند جون بياجي ينتقل من ما هو حسي الى ما هو عقلي، اي من ما هو مادي الى ما هو مجرد. لهذا يقول جون بياجي بان مراعاه التعلم، ان المتعلمين كيفاش نتعاملوا معهم، تنراعي هذا الجانب ديال هذا الانتقال من ما هو حسي الى ما هو نظري. ونخصنا نعرفوا بان حتى البيداغوجيا تجاه المعاصره بحال البيداغوجيا الفارقيه، البيداغوجيا المشروع، تحاول او تراعي منطلقتها المعرفيه هي النظريه المعرفيه او النظريه البنائيه، اللي تراعي هذا الانتقال اللي يوقع الطفل من ما هو حسي الى ما هو عقلي. اذا كيفاش يعرف جون بياجي الذكاء؟ الذكاء عند جون بياجي هو عباره عن عمليات عقليه ناضجه تساعد الفرد على استيعاب خبرات البيئه عبر عمليه الاستيعاب والملائمه من اجل تحقيق التكيف مع الواقع، ومن ثم الحصول على توازن سيكومعرفي. اذا نعقلوا على مجموعه من المصطلحات عند جون بياجي. اول حاجه الخريطه المعرفيه او الخريطه الذهنيه لو شيما كونيكتيف، كذلك البنيات المعرفيه التي تقول بانها تتشكل البنيه المعرفيه من خلال تفاعل الفرد مع المحيط، فهي تتالف من معارف وقيم ومعطيات ومكتسبات يتلقاها الفرد منذ تنشئته في الطفوله الى ان يكبر وتستمر معه في الزمن. وعندنا الوظائف العقليه التي يسخرها الطفل من اجل بناء معرفه عقليه متكامله ومنسجمه مع بعضها البعض. إذا المعرفة تبنى خلال النظرية من خلال أن المتعلم يتفاعل مع محيطه الاجتماعي ويكتسب مجموعة من الخبرات من المحيط ديالو والبيئة التي يعيش فيها. تعتبر النظرية بأن المتعلم هو مركز العملية التعليمية التعلمية، وهذه هو الهدف اللي جات منه مقاربة بالكفايات. وترى بأن أفضل أنواع التعلم هو الذي ينطلق من الواقع، أي ينطلق من ما هو حسي إلى ما هو مجرد، حتى يراعي الانتقال والظروف التي ينتقل فيها الطفل من ما هو حسي إلى ما هو عقلي. إذا كانت هذه هي النظرية البنائية على المستوى السيكولوجي، دابا غنشوفوا النظرية البنائية على المستوى السوسيولوجي، النظرية السوسيو بنائية، سوسيو كونستركتيف. هذه النظرية هذه اعتمدت على المعطيات ديال النظرية البنائية ديال جون بياجي وغيرها،
ولكن تتقول بان المعرفه ولا التعلم ولا هذا الشيء كامل يبنى داخل المحيط الاجتماعي، اي ما يتلقاه الفرد داخل المجتمع. ومن رواد هذه النظريه الروسي ليف فيدوفسكي. هذا الكاتب هذا ولا هذا العالم النفس من اشهر رواد هذه النظريه، وساهم بشكل كبير في تطويرها ونموها اضافه الى رواد اخرين. ترى السوسيوبنائية بأن المعارف تبنى اجتماعيا وبشكل تفاعلي بين الفرد والمحيط الذي يعيش فيه، وبالتالي هي تركز على السياق الاجتماعي، وترى بأن التعلم يحدث داخل المحيط وداخل السياق الاجتماعي. إذن هذه الوضعيات اللي غتكون في السياق الاجتماعي مهمة من أجل اكتساب المتعلمين لمجموعة من المهارات ومجموعة من المعارف. إذن نقدر نقول بأن السوسيوبنائية شكلت منطلقا أساسيا في التحولات التي تركز على أن التعليم يتم داخل بيئة، وهذه البيئة يتفاعل بها المتعلم مع المعارف التي يكتسبها. وهنا غادي الفكرة ديال الوضعيات المشكلة، الوضعيات الاختبارية، الوضعيات الديداكتيكية، هادشي كله بدا مع الفكرة ديال السوسيوبنائي. تيشوف بأن التعلم تنطلق مجموعة من اللحظات. كاين لحظة الانطلاق، يعني انطلاق التعلم بفعل تدخل المدرس، لأن التلميذ يعجز عن اكتساب معارف من خلال معرفته الذاتية، بيحتاج إلى مدرسين لكي يتلقى المعرفة. اللحظة الثانية تسميها تطور التعلم، أن هذا التعلم هذا اللي تلقاه اللي تقدمه الأستاذ المتعلم يتطور وينمو كذلك من خلال فكرة الاستيعاب والذكاء الاجتماعي الذي يجعل المتعلم يدمج تلك التعلمات داخل محيطه الاجتماعي. وما ننساوش أن الفكرة المركزية تركز عليها فيغوتسكي هي أن الذكاء ماشي فطري، إنما الذكاء مكتسب. فهنا الفكرة الأساسية اللي غنزولها هو أن الفكرة أنه ما كاينش واحد إنسان عنده ذكاء مطلق، بالذكاء يكتسب داخل التنشئة الاجتماعية، وأنه كل ما نمينا وطورنا المهارات وصفوار فيغ المتعلمين كل ما النمو الديني والنمو العقلي تتطور عندهم داخل البنية الاجتماعية. وتنطلق نظرية السوسيوبنائية من ثلاث مبادئ أساسية. أول حاجة البعد البنائي، يعني أن المتعلم يبني معارفه ولا يتلقاها بشكل جاهز. البعد التفاعلي، أن المتعلم يتفاعل مع محيطه اللي هو الأستاذ، اللي هو المدرسة، اللي هو البيئة اللي تعيش فيها، اللي هو التربية اللي تلقاها. إذن كاين واحد التفاعل بين المتعلم اللي هو الدماغ ديالو وبين هذه البيئات. ثم أن التعلم، ثالثا أن التعلم يحمل بعدا اجتماعيا، أنه ما كاينش واحد يتعلم بالطبيعة، فهناك بعد تفاعلي اجتماعي للتعلم يرتبط بالمدرسة والسياق اللي كيجي داخل المدرسة. لهذا تقول بأنه يجب الانفتاح على المجتمع من أجل أن نطور الكفايات التي نسعى إلى أن يصل إليها المتعلم. إذن كاين هذه العملية ديال التفاعل وديال التقارب بالأبعاد. إذن هذه النظرية اللي تقول بأن علاش مهمة في المقاربة بالكفايات، لأنها تقول بأن المتعلم لا يأتي إلى المدرسة وهو فارغ، بل إن لديه مجموعة من الخبرات ومن الأشياء التي اكتسبها داخل الأسرة وداخل البيئة التي يعيش فيها، بمعنى أنه هو يأتي محمل بمجموعة من الإمكانيات. فالمدرسة يجب أن تستغل تلك القدرات اللي عنده، تلك الأفعال وتلك الأنشطة التي تعلمها، وتدمجها داخل المحيط الذي سيكون هو المدرسة. وهنا يلقى المتعلم حلول لتلك الوضعيات المشكلة التي يقع فيها لا سوى خارج المدرسة ولا داخل المدرسة. ولهذا نقدر نقول بأن السوسيوبنائية من أهم النظريات اللي ساعدت في تطور ما يسمى نظرية الوضعية المشكلة أو التدريس بالوضعية المشكلة، لأنها تنطلق من الواقع الخارجي، أي تنطلق من ما يمكن أن يعيشه المتعلم في البيئة الحقيقية. إلا مشى مثلا عند ملحان وخصو يحسب واحد العدد ديال الفلوس وخصو يرد عليه الصرف، هنا تنطلق من هذه الفكرة ديال الواقعية، أنه وقع له مشكل خصو كيفاش يتعامل معاه. هذه كلها جات من الفكرة ديال السوسيوبنائية، أن التعلم يرتبط بالبيئة الاجتماعية التي يعيش فيها الفرد. إذا نتمنى أنني نكون وصلت لكم بعض الأفكار حول النظرية البنائية اللي كان طورها جون بياجي، وكذلك النظرية السوسيوبنائية اللي طورها العالم الروسي فيغوتسكي. هاد الجوج هادو كلهم ساهموا بشكل كبير وغيرهم تطور مجموعة من النظريات في علم النفس اللي غتكون هي أساس التدريس بالمقاربة بالكفايات، اللي تتعتمد على المبدأ الأساسي أن المتعلم هو محور العملية التعليمية التعلمية. إذا إلى هنا نكون قد سينا الفيديو هذا. إذا عندكم شي أسئلة ولا شي ملاحظات ولا شي استفسارات خليوها لنا في التعليقات. أنا غنخلي لكم مجموعة من المقالات اللي كتبت حول هذا الموضوع، حول النظرية السوسيوبنائية والنظرية البنائية وغيرها من البيداغوجيات وغيرها من نظريات مجال علم النفس اللي تأسست عليها المقاربة الكفايات، غتلقاوها في صندوق الوصف. تبارك الله عليكم.